لقد رصد هذا النمر شيئا ما فوق هذه الشجرة، عيناه مثبتتان على لغز مخفي في الأعلى. في حركة انسيابية ساحرة يدفع النمر نفسه للأعلى جاريا بطريقة تتحدى الجاذبية. في طرفة عين يصعد هذا المفترس الرشيق إلى أعلى الشجرة، يستخدم فكيه ومخالبه القوية لحفر التجويف المخفي في الشجرة. يكشف النمر بعدها عن جائزته من الجوف السري، يخرج منتصرا وهو يحمل بومة بين فكيه القويين،